احتفالنا بسماع الشباب الوطنيين الاسترالي والعراقي ومن بعدها ونحن نقف دقيقه صمت اجلالا واكراما لارواح شهدائنا. في كل منعطف لي منك بحر هوى تجري بما تشتهي في لجه سفني. لو غبت عني فروحي نوحة صادحة تظل تشهق من شجو ومن شجني. ولو ضمئت لصيرت الفؤاد يدا على شفاهك كالعنقود تعصر. احنا بدأنا شوية متأخرين فراح نختصر بالمقدمة. حابب أقرأ أسماء اللجان العمل المشترك للجالية العراقية اللي حضرت وهيئت هذا الحفل. راح أقرأ الأسماء كما سلمت لي. الحركة الديمقراطية الآشورية زوعة، حزب نهرم الديمقراطي،
الحزب الشيوعي العراقي، الجمعية العراقية الإسترالية المسيحية، الجمعية الآشورية الإسترالية، جمعية النهضة العراقية، شبكة إعمار الإعلامية، أكاديمية سيدني، أبناء التيار الصدري، الرابطة الكلدانية في العالم فرع أستراليا، مظلة لأكثر من 20 منظمة، رابطة المرأة العراقية، رابطة المرأة المندائية، المجلس الأعلى الإسلامي الإسترالي، المجلس الأعلى للطائفة المندائية، المجلس الشعبي السرياني الكلداني الآشوري، ممثلية اتحاد جمعيات المندائية في المهجر، المركز الإسترالي العراقي للديمقراطية ومناهضة العنف، مركز أهل البيت، مركز كردستان العلمانية، منتدى الجامعيين العراقي الإسترالي، النادي الثقافي المندائي. We apologize for the delay. We will work on shortening the program as much as we can. The brother has already named all the organizations, and we'd just like to thank you all for attending. أيضا حابب أرحب بضيوف الموجودين معنا، خاصة عضو البرلمان الإسترالي سيد كريس باون معنا اليوم. القنصل العراقي في سيدني علي محمد باقر ويتويت، السيد أحمد الأيوبي ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأيضا أرحب بكم واحد واحد في هذه القاعة، وراح أطلب الآن من الدكتور أحمد الرباعي أن يقدم كلمة عن اللجنة، لجنة العمل المشترك. ضيوفنا الكرام، الأخوة والأخوات ممثلو المنظمات والأحزاب العراقية والعربية، أهي أم الربيعين تعود إلى أحضان عراقها، وها هم العراقيون يسطرون ملحمة بطولية أخرى في تطهير ربوع عراقنا من أدران الإرهاب الداعشي، ملحمة اجترحتها قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، ومعها المتطوعون من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة ومقاتلو المكونات. 3 سنوات إيجاف مرت على أبناء الموصل وسهل نينوى، ذاقوا خلالها كل المرارات، وحرموا من أبسط حقوق الإنسان ومقومات الحياة الطبيعية، وتعرض فيها الآلاف منهم إلى أبشع القتول والاعتداءات الجسدية والجنسية والسبي والاسترقاق، وهجر وشرد فيها ما ناهز المليونين منهم في طاحونة دامية طالت الجميع دون استثناء، ودفع فيها أبناء المكونات من المسيحيين والأيزديين والشبك والمندائيين قسطا مضافا تهددت معه مقومات الوجود الديمغرافي لها. 3 سنوات من العصر الذي أحرق الحرث والنسر وارتد ليطيح بآثار حضارة بلادنا، آثار آشور والنينوى ونمرود والحضر ومراقد الأنبياء يونس وجرجيس ودانيال، والمساجد والأديرة والكنائس الكلدانية والآشورية والسريانية ومعابد الأيزديين والمندائيين. لقد تحررت الموصل، وقبلها آملي وتكريت وبيجي والرمادي والفلوجة، ليستعيد العراقيون معها كرامتهم المهدورة، ولتنتعش معها آمالهم في عراق واحد يسع الجميع ويضمن لهم
حقوقهم غير منقوصة. إن الصفحة العسكرية التي خطتها دماء شهدائنا الطاهرة وتضحيات مقاتلينا وصمود أهلنا في المناطق التي احتلتها داعش والتي انتهت إلى تحرير الموصل وسهل نينوى لا تكفي للإطاحة بالإرهاب ما لم ترتبط بتفكيك البيئة الحاضنة له ومواجهة الفكر التكفيري بكل أشكاله واعتماد استراتيجية لا تعتمد إلا على مبادئ القانون وحقوق المواطنة لمرحلة ما بعد داعش. استراتيجية تعتمد أولا في المناطق التي تم تحريرها من داعش عودة المهجرين والنازحين دون تمييز أو تأخير وتأمين الأرضية لكي تكون عودة آمنة كريمة من خلال توفير الأمن والخدمات الضرورية وضمان حماية وطنية مضافة للمكونات. نيل إعمار وإعادة بناء ما دمرته داعش والحرب عليها وإبعاد تخصيصات المجتمع الدولي والدول المانحة عن مافيات الفساد والمفسدين. ثانيا في عموم البلاد استراتيجية تضمن تفكيك نظام المحاصصة الطائفية والإثنية واعتماد مبدأ المواطنة وإرساء مقومات الدولة المدنية، تقويض أسس الفساد وإقصاء ومعاقبة المفسدين وتقوية أسس الدولة وحصر السلاح بيدها، تفعيل سلطة القانون في محاسبة من تسببوا في تسليم الموصل وأكثر من ثلث أراضي البلاد لداعش لقبة سائغة. إننا في منظمات الجالية العراقية نهنئ أنفسنا وأبناء شعبنا، نبارك هذا الإنجاز العسكري الكبير في تحرير الموصل وسهل نينوى والإطاحة بدولة الخرافة، وننحني إجلالا للدماء الزكية لشهدائنا ونكبر في مقاتلين تلك البسالة المنقطعة النظير، ونشيد بالدور الوطني البارز للمرجعيات الدينية. نتقدم بالشكر والامتنان لكل من وقف إلى جانب شعبنا وأسهم في دعم قواتنا المسلحة وخاصة وطننا الأسترالي شعبا وحكومة، وشكرا. للتوضيح كنا نأمل أن يقرأ ممثل المكون الأيزيدي الكلمة نيابة عنه، بس الأخ إجا واعتذر عن قراءتها رغم أنه طلب أن يكون له كلمة قصيرة. On behalf of the collective Iraqi organizations in Australia, I would like to welcome Mr. Samir Yusuf. The Honourable Chris Bowen, Federal Member for McMahon, Australian Treasurer, and I call him always the Iraqi voice in Australian Parliament. Mr. Ali Mohammed Baqir Whitwood, Iraqi Councillor in Sydney, Mr. Ahmed Ayoubi, Mr. Musa Mar'i, Mr. Hussein Dirani, our distinguished guests, brothers and sisters, good evening. Mosul has returned to the control of the Iraqi government, and our Iraqi heroic fighters have achieved another major victory over Islamic State forces, displacing Sartre's and extremist group from our cities. A great victory is achieved by our armed forces, Al-Hajd al-Sha'bi, Peshmerga, and fighters of other Iraqi components such as Chaldean, Assyrian, Syriac, and Yazidis group. 3 miserable years passed over, during which the people of Mosul and Nineveh Plain tested all the bitterness and were deprived of the basic human rights and life necessities. And thousands of them
were subjected to the most brutal killing, physical and sexual assault and slavery. As a result, about 2 million people fled the bloodshed, which affected everyone without exception, especially Christians, Yazidis, Mandais, and Shabak, minorities who were more harmed than others. 3 years of ISIS militia terror, which caused major destruction, had spread out to destroy our civilization and cultural heritage, damaging the archaeological sites of Ashur, Nineveh, Namrud, Al-Hadar, and shrines of our prophets Yunus, Jarjis, Eliyah, and Daniel. The destruction also includes mosques, Chaldean, Assyrian, Syriac churches and monasteries, and Yazidi temples. Mosul is liberated after a merely decreed Beji, Ramadi, and Fallujah, and therefore Iraqis regained their lost dignity, as the liberation of Mosul and Nineveh Plain offers hope for a united Iraq for everyone that guarantees their rights. The decisive victory which led to the liberation of Mosul and Nineveh Plain was achieved by the blood of our martyrs and the sacrifices of our fighters and the resistance of our people in the area occupied by ISIS militia. It's not enough if we do not get rid of terrorism once and for all. This can be achieved by comforting takfiri thought in all its forms and only adopting a strategy that is based on a principle of law and human rights for posts in the liberated areas. This includes safe return of displaced people without any discrimination or delay, and providing them with necessary protection and services, and ensuring additional national protection for the components. Reconstruction of destructions caused by the Islamic State, and protect the allocations of the international community and donor countries from mafias and corruptions. In the nationwide, this includes abolishing the sectarian division, muhasasa, which means distribution of the spoil of power along communal, ethnic, and tribal, and adopting the principle of nationality and laying the foundation of the civil state. Prevention and eradication of corruption, sacking and punishing the corrupt. Strengthening the foundation of the state and restricting of use of firearms to the state only. Activating the rules of law to bring to justice those who are held accountable for the abandoned Mosul and more than a third of the country's land as easy target to Islamic State militia. We members and the organization of the Iraqi communities congratulate ourselves and our Iraqi people for this great military victory in liberation of Mosul and Nineveh Plain, and for overthrowing the Islamic State. We pay tribute to fighters of Iraq for their unprecedented courage, and the religious authorities for their vital role in defeating ISIS. Our thoughts are also with martyrs and victims who were subjected to the unspeakable horror of such terrorist group. We extend our thanks and gratitude to all those who participate in supporting our people and armed forces, especially the Australian people and Australian government. Thank you.
حابب ارحب بكم باللغات الاربعه الموجوده بالعراق. سلام عليكم شيناتون تي شوتان باش بخير هاتين عشان خير خير جالد. اهلا وسهلا بكم في هذا المساء، فرحانين نشوف وجودكم الطيبه. والان مع كلمه ممثل المكون الايزيدي السيد نواف نعمت مرزا. مساء الخير السيدات والسادة والحضور المحترم، على داعش من وسط الاثنين على الحكومة العراقية على تقييم داعش والتحذير والتضحية التي قدمتها شعبنا وقواتنا المسلحة وأبطالنا بكافة التشكيلات من أجل العراق الحر الوحدة الموحدة وتحرير الموصل وسهل نينوى وسنجار وتكرير وبيجي ورمادي وفلوجة في فرحتنا كبيرة. بالنسبة لنا وللإنسانية وجميع العراقيين الذين وفروا أثناء احتلال داعش الإرهابي الأرض العراق، فنحن اليزيديين نعتقد بأن النصر لن يكتمل بتحرير الأرض فقط، بالنسبة لنا وإلى بالتحرير باقي أسرنا من النساء والأطفال الذين يبلغ عددهم أكثر من 2000 الذين ما زالوا في السجون ظلم الكفار اليد الداعش الإرهابي. ولا نعتقد بأنها أصبحنا في أمان لحد الآن، وما زال نحن أقليات الذين نشعر بوجود الخطر والدواعش الإرهابي بسبب وجود من نصرهم وسندهم وشاركهم معهم في ارتكاب الجرائم ذات الإنساني من أبناء العراق الذين تقبلوا فكرة من الطرفة والخائن الوطن. فشكرا لكم. I would like to invite the Honorable Chris Bowen to give his word. My friends, tonight we do many things. Tonight we celebrate the liberation of one of the world's great cities, great civilization. But tonight we also mourn and plan and hope. We mourn for those who lost their lives in those 3 terrible years, where one of the most evil organizations in the history of the world was in control of one of the world's great cities. The 1.5 million residents of Mosul who suffered so much. But we also hope and plan for better days when Daesh, ISIS, is wiped from the planet and all Iraqis and all Syrians can live in freedom. All of them. This is the day we must hope for. But more than hope and pray, we must plan for and we must work for not only Iraqis, not only Australians, but all right-minded citizens of the world. The operation which liberated Mosul had a code name from all those who are participating in it. The code name was
Nineveh, we are coming. And tonight we can say, Nineveh, we are coming. Civilization is coming back to Nineveh. What has been running Mosul for the last 2 years is not civilization. It is not religion. It speaks for no right-minded person. It is pure evil. Dishonors all religions. But we must in our hearts remember that at the end of the day, good will prevail. Those who lost their lives, those innocent women, children, elderly people, we mourn them and we say, we will not seek revenge, we will seek right and civilization. Not only for Mosul, but for all people of Iraq. And it's wonderful that here on the other side of the world, in this country, this city, which has given refuge and a home to so many from that part of the world, we can gather in safety, in harmony, in peace, to commemorate this night. I say commemorate rather than celebrate, because this is a commemoration of a victory and a planning and a hoping for a better day where we can come to Nineveh, when I can come to Nineveh with you and walk through Nineveh in peace. That will be the real celebration, the real commemoration. I'm so glad I could be with you tonight. Unfortunately, I can't stay all night. We have many functions. But I wanted to be with you to mark this special occasion and to say in Australia and the Australian Parliament, there will always be people to stand up for those who need a voice, those who need representation against what is wrong and for what is right, and you represent what is right. Thank you very much. Thank you very much. فجروا كل الكنائس وانت باقي. ودمروا كل الجوامع انت باقي. ونشفوا كل السواقي وانت باقي. ابيض واسود واحمر. بالوسط الله أكبر. إذن عالية على الاسم العراقي. هذا ما قاله شاعرنا الذي جاء دوره حيدر كريم العامري. فليتفضل. السلام العراق عليكم. أخذناها وتشوفوا عيونها الناس. جبناها وتشوفوا عيونها الناس. انكسر خشم النذل والحاقد انداس. مو وحدنا كان ويانا عباس. وبالموصل دقاها الراية. قصيدتي مقاتل في الحشد الشعبي يلتحق إلى الموصل فيودع والدته ويقبلها براسها فتطيح شيلتها. يوم عدل شيلت بداعة رباك. يوم عدل شيلت بداعة رباك. يوم هاي الشيلة شعرت شاربك. يوم ما ريدك تجيب ظهرك رصاص. يوم ما دفنك تراني وداعتك. يوم عدل شيلت بداعة رباك. يما هاي الشيله شعرت شاربك. يما ما ريدك تجيب ظهرك رصاص. يما ما دفنك تراني وداعتك. يما قل للسايق يوصلك لغاد.
ومر على العباس تاخذ شارتك. الله الله يما قل للسارق يوصلك لغد. ومر على العباس تاخذ شارتك يما لا ترجع لخالي من الجروح وكون تاخذ بالرصاص كفايتك حتى هلهل حتى هلهل وقعد بنص الخوات تجيب شكليته وتوزع جارتك. حتى هلهل وقعد بنص الخوات تجيب شكليته وتوزع جارتك. قوم للموصل اريدك هسه روح قوم للموصل اريدك هسه روح والا ملفوف بعلم ما سامحك. بنيه بالموصل بنيه بالموصل جاي اسمع صوت بنيه بالموصل بنيه بالموصل ترى الصيح عليك خويا انا بصايت الله وصايتك. يما لا ترجع ترى هذا العراق وخذ يمك ما غبوك وسادتك. اللي ينسب الشارب ولك سات الخوات وانت من صغرك في شكل عابتك. اللي ينسب الشارب ترى سات الخوات وانت من صغرك في شكل عابتك. وكون من عدهم يجينا لجواب وكون سنية تشيع جناستك. كون من عدهم يجينا لجواب وكون سنية تشيع جناستك. صدري يرجف هذا اللي يرضعك حليب يما قصة لو توفح جايتك. صدري يرجف هذا اللي يرضعك حليب يما قصة لو توفح جايتك. يوم عيدك بختر وترجع شهيد وارفع التابوت ويما الشايتك. ومن رجع الريس والبيرغ عليه فدوى يا العباس سوى سوايتك. يما اختك رجعت البيت الدلال يما والموصل شبع بدمايتك. عفية وفيت النذر يا ابن العزيز وجت بياريتك تسولف حالتك. ذب رقبت على السواتر بالقتال وعفية ما دبيت بدر الشاشتك. شكرا شاعرنا حيدر كريم. والآن أطلب منكم أن تتابعوا معنا عرض فيلم عن دخول داعش وصولا إلى فيلم أسقاطها.
والله إنهم أقل من الحيوانات. نتقرب بدمائهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى نفوز برضوان الله. هذا هو جزاكم يا رافض يا حاقدين. أن يحث الأب ابنه، أن تحث الأم ابنها، أن تحث الزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعاً عن حرمات هذا البلد ومواطنيه. تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وأن من يضحي، هذه الفقرة مهمة، وأن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا. ما يجيب الحق بس الذراع التمي أنا ذول حين أسباع وما نسوالف ونسان التمي أنا والحق ما باع. الموصل تحررت، خلافة داعش المزعومة، عاصمة داعش المزعومة هي الموصل التي كانت في يوم من الأيام هنا في خلفنا في هذه الصورة، اندحرت إلى غير رجعة. يا قاع الموصل ردنا احنا،
التراب وتموت اشتاقنا احنا تبقين بعين اهلك مثل الجنة اشقد لعيون تضحنا احنا قبا قلب يا هلي وناسين لو قدس امك ينرفع راسين الحمد لله على سلامتك احنا حتى هواكي مختلف طعمه والدنيا بعدك يا قمر ظلمه مثل الدهر ما الدنيا من امه والدنيا منك والله حرمتنا احنا واعلن هنا من هنا وللعالم اجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والارهاب الداعشي الذي اعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله ان نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدويلة اللئيمة القاتلة والى مزبلة التاريخ. دهل وراح حبيبينا يا موصلنا طبينا خل تفرح اهالينا اجينا
رد الأول جردي أم خير وجه وردي البيت العرب والكردي جينا جينا وجبنا ويانا كل الفرح والوانا خلي يسمع العادانا جينا دجاج ابن العجل وجا من الأنبار جويا وابن ديالة همنا جينا تهلي وراح بينا يا موصلنا طفينا خل تفرح حالينا جينا شعب مظلوم شعبي ومن لون المصايب لون شعبي إذا بالحشد إذا بالوطن ماكو حشد إذا بالوطن ماكو حشد ترى داعش تطب للناصري يا لعبادي الشعب مظلوم شعبي ومن لون المصايب لون شعبي إذا بالوطن ماكو حشد شعبي ترى داعش ترد للناصري أنا ابن العراق وللحرب جاي أدوس بجدمي واسحك علم ناي الدفن لما الاسمين قلب ناي ترقص خوف من صوت الحياية أنا ابن العراق وللحرب جاي أدوس بجدمي واسحك علم ناي الدفن لما الاسمين قلب ناي ترقص خوف من صوت الحياية الشمس بيه تدور تدور فياي امشي والشمس تمشي وراي طبع النهر طبع وغيرتي ماي النهر بالكلفة ينضح غيره ماي من نرمي ابد ما اختمر ماي وبصولاتي مخبوص الرباي داعش من تجي وتتلاقى وياي زلمها تصير قدامي نفاية والنوثة هنا عكس الرجولة وليست إهانة المرة كما يتصور داعش من تجي وتتلاقى وياي زلمها تصير قدامي نفاية أنا تكريت
تعرف طبع وفاي وبالموصل إلك كل شبر ثايه هدم حيل الأرض تعبها ممشاي لأن شرت السما بجفوفي رايه معروف والسوالف والحكي هواي الدواعش من سبيناهم صباي خلص لك خلص حلم الخرافة ويلا باي باي خلص حلم الخرافة ويلا باي باي وصلنا ويا الدواعش للنهاية. أنا مطلوب مني قصيدة حقيقة عسل هي اللي قرأتها بخدمتكم اللي قرأناها مرمي وهو الحرب على داعش لا تختلف عن الحرب على الفساد لأن الفاسدين وداعش وجهان لعملة واحد دواعش الفساد ودواعش الفساد إذا رايد حرام تصير مضبوط وطق بزمن كلش قياسي شو تسوي؟ انصحك روح للمنطقه الخضراء وادخل دوره على الدزغر سياسي اذا رايد حرام تصير مضبوط وطق بزمن كلش قياسي انصحك روح للمنطقه الخضراء وادخل دوره على الدزغر سياسي الحرام الزين ما يطفر الحيطان الحرام الزين يطفر على الكراسي الحرام الزين ما يطفر الحيطان شو يسوي بالحيطان الحرام الزين يطفر على الكراسي المقرر للحرام الزين يوميا بعد شو تسوي بالعام الدراسي لا تاخذ ابد جنسيتك وياك الخضراء هي ام الجناسي لا تاخذ ابد جنسيتك وياك الخضراء هي ام الجناسي هارون الرشيد سكوه بنذار وبعد ويانا ما يلعب اساسي هارون النجيفي يلعب اليوم ان رجعنا الى العصر النعاسي شو اسولف لك بعد يا وطن مليت ومن كثر المصايب شاب راسي إلك دكينا فوق الساتر أرواح إلك دكينا فوق الساتر أرواح وهم على البحر دكة وشماسي إلك دكينا فوق الساتر أرواح وهم على البحر دكة وشماسي إحنا أهل القصب والهور والطين احنا اهل القصب والهور والطين مظلل ما ركبنا ولا راسي باقوا كل شي منا وانت ضويت يا عراق باقوا كل شي منا وانت ضويت السياسي الابد ما هو السياسي احسن أرحب بالسيد مايكل يوسف رئيس الاتحاد الكلداني في فيكتوريا الآن جاء دور الشاعر الشماس داود أبونا وقصيدة بعنوان بلتا وقيمتا سقوط ونهوض بني عيتاتا ايتاتا
بيش مخرب واتا وكليروس بجت ياتا وحد منهم يدعاتا يدعانا حد ريشانا كمرة فرج طنانا سادة زاية وطوانا عن كل كهنة شمشانا شمشان وفي كريستيانا شو خليباته وبنيانا موجينا بكل دكانا ودبي كل عدانا كل عدانا الصلاواتا تتخلصي من عاقاتا كل مهويلة يوماتا مهضر تاري خاتا خاتم خذخ بليخوتا شينا وشلامة وشليوتا يوم من ينقص خوتا لتخرخ قد ما يوتا القدم يدن تخرخوا وتاري خدمين وقارخوا مبلتا كيمتك خازخوا وبتاريخ كمسي ذخوا كسادي الاني ننواية دويوة دسة قدماية قبارة قبل شتاية عدم ملزون الدحراية دحراية وين انبلتا بقانون الكل دولتا ايث دكا وقيمتا وايث بننوى مرعشتا قدر اشتا وراي مخيتا قملة اخارية مشويتا خاذا تاريخ البيتا كانوا آخر تنازه تنازه تبنيانا بخدواوة شوري زونا حد حبة بحضر عيانا سميكي بث عدانا بث عدانا تآزوذة شكل خمرية بحقوذة كم خالصا مأودوذة بروحة وقهرة بأويوذة بيوت شد بصخوة محشر رابة بطخوة وخاين بيش مشار اخوة دمية ديولة مخذ اخوة خذي خايو يوماتا كل مثواتا مديناتا خايب حبة حدواتا شن ودارة ويوماتا آمين أدو بسيم شكرا فيكم شكرا لشماس داود أبونا. والآن عرض ملخص عن الموصل وسهل نينوى يقدمه السيد وفاء روش. مساء الخير جميعا. فرح كبير يعترينا جميعا في شنجة عمل أن نرى هذا الحضور في يوم الخميس. أهلا وسهلا بكم جميعا. الموصل نينوى تاريخ وحضارة. ليش سموها الموصل؟ ليش سموها الموصل؟ مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق تبعد عن بغداد حوالي 402 كيلو. مدينة الموصل ترجع إلى عدة قرون قبل الميلاد. أكو مصادر تاريخية تقول إنه في سنة 1080 قبل الميلاد اتخذ الآشوريون مدينة نينوى عاصمة لهم وهي آثار نينوى. الكام من الآن اعتقد في الجانب الأيسر من مدينة موصل. وحصل الآشوريون نينوى وبنوا بالأسوار والقلاع. كابدان سبقتني. تستمر كابدانة؟ تمام. زين طبعا بها نوبة والنبي يونس ويربطها سور نينوى المطور في معظم أجزائه. أكثر سماها العرب الموصل لأنه تربط بين دجلة والفرات وكونها وصلت بين الضفتين. استمر يا عبدالله وياي. الموصل كمدينة قديمة تعني الساحل أيضا وقد بناها العرب الفاتحين في الفتوحات الإسلامية في منطقة الجزيرة وجبال كردستان. الساحل الشرقي بالتحديد معنى نينوى هو إله الجمال ولهذا تشوفون الأمصار كلهم حلوين ولو العراق كلهم حلوين. استمر
سلوك أبدان. العرقيات والأديان الموجودة في الموصل، الموصل مدينة تآخي بها السنة، شيعة، كرد، مسيح، مسيحيين عفوا، تلقى كل العراقيين موجودين بها. ففعلا هي مدينة التآخي، وهسه حتى من تحررت حرروها كل العراقيين. استمر الكلام. مدنها وأقضيتها، الموصل بها الموصل، تل عفر، تكيف، الغيارة، مخمور، سنجار، الحمدانية، زمار، شيخان، والحضر، ربيعة، سنون، القوش، باعدرة، تعزير، بعشيقة. كتقسيم إداري، قضاء الموصل، قضاء تل عفر، قضاء سنجار، قضاء تكيف، قضاء شيخان، قضاء مخمور، قضاء الحمدانية، وقضاء عقرب. سكانها وعشائرها ينحدرون من عشائر عربية رئيسية، هي شمر والجبور والدليل والطيف، العربية والجرجرية والميران والمزوري والزيبان والكوران التركية، أيضا المسيحيين ينحدرون من البلداني والآشوري والسرياني. اقتصادها، الموصل اشتهر بالقديم كمركز تجاري بسبب موقعها الجغرافي باعتبارها بالبوابة الشمالية للعراق، فإنها محاذية لتركيا، محاذية إيران، وأيضا إلى سوريا مع حلب، فأصبحت سلة خبز العراق، لأنه يعني مركز اقتصادي مهم، فتجار يعني معروفين تجار الموصل أنهم سكنوا في السوق، إضافة إلى فيها مشاريع الري، ومن صار اكتشاف للنفط حقيقة اللي اكتشفوا بها النفط زاد من قيمتها الاقتصادية كمدينة، إضافة إلى القطن أعتقد ومنظومات الري، واشتهرت بإنتاج الأقمشة القطنية. وهي تحاكي طبعا في هذا مدينة حلب في سوريا. يتحدث أغلب سكان مدينة الموصل اللغة العربية، بس اللهجة المصراوية بها غير، بل يقول راس يقول راس، فإلها ميزة نكهة خاصة حلوة من تسمع المصراوي من يحكي يسولف حال حال أي لهجة من المحافظات العربية. الساحل الأسفل المدينة تقع جامعة الموصل اللي ابتليت بداعش، واحدة من الأماكن اللي دمرها داعش، تمرها كجامعة ونهبها، وتاريخ يمكن عندنا حملة مع معظم منظمات التجارية حاليا نسعى إلى إعادة، نحاول نجمع كتب وندز إلى جامعة الموصل، موضوع آخر، وبيها جامعة كلية الحرباء وبيها عدة مكتبات وتحتوي على الكثير من الكتب والمخطوطات. استمرت عندنا المطبخ المصلاوي معروف، الكبي من ما يعرف الكبي المصلاوي، البمبار، الباتشة، كبرة الجريش، الزلابية، الزلابية بها السوداء والصفراء، ومع شنو عندهم؟ الطرشي والعنبة والمستوى، الفن والموسيقى في الموصل. الموصل معروفة بتاريخها يعني بالموسيقى، وبها كثير من عندنا اسحاق الموصلي زرياب، ويمكن عندنا بالحديث الثنائي بشير ومنير بشير ايضا موصل. المساجد والجوامع في المدينه. تذكرت تاريخ الجوامع يعود الى بدايه العهد الاسلامي تحديدا سنه 16 ميلادي هجريا، والموافق 637 ميلاديه، صار بها الجامع النبوي، وايضا بها كثير من حقيقه بها كثير من الجوامع. استمرك احنا الوقت ده يدركنا. الكنائس والأديرة في المدينة. استمر. الكنائس والأديرة في المدينة. يقول يعتبر دير مار أبينا من أقدم الأديرة الكردانية، حيث بني في القرن الخامس ويقع على جانب نهر دجلة جنوب مدينة الموصل، حيث كان ميناء من 2700 حجرة فجره الدواعش الأنذار سنة 2014، إضافة إلى كنيسة ماريا، كنائس سريانية والأرثوذكسية القديمة. من أشهر شوارعها شارع نجيف اللي موجود في الموصل، واللي شارع المكتبات اللي موجود في الموصل، يمكن اللي يروح الموصل رايح الموصل اللي شايفها سامع بها، هذا من الشوارع الجميلة في المدينة. مشاهيرها كاظم الساهر، يقولون لي ولد كاظم الساهر عاش في الموصل، أبو سامر الرائي، أم عمار الكلية، بس يحفظ عن الموصل، نجيب الريحاني،
صلاح الدين الصباغ، غازي اليوم اللي صار هو رئيس جمهورية العراق، من البشير وأخوه المعازف التحرير. سقطت مدينة الموصل بيد الدواعش الأنذال في 10/6/2014، أعادها أبطال قواتنا المسلحة في 10/7/2017، عادت إلى الحضن العراقي. النصر في الحدباء بان، قرع الأذان، كل من يختصب الموصل فان، ويبقى وجه ربك والعراق يكتسح المكان. هاي القصيدة للشاعر أحمد. شكرا جزيلا لكم وأعتذر عن الإطالة. شكرا السيد وفاء راهي على هذا التقديم. الآن جاء دور من سيقرأ لنا هذه القصيدة. ألو موصل، كم يردلي كم يردلي، وكم 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 لا يردلي. سكتت خفافيش الكلام عن الأجنحة. نستمع لهذه القصيدة من السيد ربيع الشامخ. السيدات السادة، مساء الشام، مساء العراق. قصيدتي بعنوان سمفونية العراق. الرجاء الصمت، أتوقف عن قراءة الشعر. الحركة الأولى: هواتف مطبوحة، حناجر صفراء، ألو بغداد، ألو بغداد، منصات غبار صحراء، سواد على الجدران، ولد في الموصل فأر، قضم المودة وحبلها وابتدأ الطوفان. ألو موصل، كم يردلي كم يردلي، وكم 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 لا يردلي لا يردلي. سكنت خفافيش الكلام على الأجنحة. ويح العراق مقبرة، ويح العراق مجزرة، وعلموا العصفورة أن يصير قبرة، والشجرة تبرقعت وتفخخت وتفيلت وتجملت واستكلبت، والناس من حولها في سكرة وعربدة. هذا يبايع الأمير القادم، وذاك يلوح للوداع الأبدي. القادة والساسة يلمعون الأحذية، ويركبون خانة مذهبة مخصصة للخونة والسفلة. ويح العراق فندق ونجومه متهالكة. حركة ثانية: ألو موصل، وغابة الإنسان لا تكف عن تناسلة أفاعي. ألو موصل يا أخوتي، النون تخنقنا، يتحشرج الصوت وعراقا. ألو تل أعفر، الوحوش قادمون، العذارى تستباح، ودم الله الطهور صار سوقا للنفاسة للعبيد والإماء. وعراقا، ألو جبالنا، ألو سهولنا، أكلهم كشروا أنيابهم وفتحوا سيقانهم للناعب الغريب. ألو بغداد يا سادة الفتنة نواح الضحى، ألو بغداد يا سادة الفتنة نواح الضحى، يا وحوش العصر يا شر الخلائق. بغداد في غرفة الإنعاش شح الحياء،
وتناسل الرقطاء والملطاء واللقطاء، غصت فنادق الكون بهم وصورتهم رعدة الجبناء. ألو موصل، هذا زمن الحناء. ألو موصل، هذا زمن الحناء من فاضل الخصيب وعنبر المشخاب وعطر أهله. لا وقت للدعاء، لا وقت للندم، هذا أوان قيامة العراق. أربعة، ألو موصل وعراقا، يا جيشنا، يا هيبة الرجال، يا كلكم مناجم النخوة والعفة والجمال، قواتنا شبابنا من أزل الجنوب لذروة الجبال، لكل قطرة من دمكم يا كلكم يا معدن الرجال، لكم النخيل ينحني ولكم الهلاهل والصلاة والجلال. الخامسة، ألو موصل، ألو موصل، كم يرد لي بيرد لي سما قتلتيني، لا تخافي من رب السما وحدي لا تخليني. لست وحدك، السمر خضبوا الشوارع بحناء دمائهم وعنبر أرواحهم، هم فتية يشربون العراق ماء ويبتهلون، نشيدهم واحد وسحرهم أبطل دولة الخرافة والخلافة والدولة النائمة في مخدع هناك. دللول دللول دللول، سلامات الوطن والموصل بخير. عراق عراق عراقي، عدوك عديل وسائل تشوف. شكرا لشاعرنا وديع شام. والآن نستمع لفقرة ترفيهية لعازف فرقة الفنان رائد عادل المهم. مساء الخير على الجميع، مبروك علينا كلنا تحرير الموصل بشارع روحي، تكون الفرحة مزروعة على وجه كل عراقي من اليوم وطالع إن شاء الله. نكون دائما فرحانين وسعيدين. حياكم الله وأهلا بالتجمع. العمل الفيديو صورنا فيديو كليب قبل فترة من كلمات وألحان شاعر الكبير أحمد الياسري، توزيع قصي حيدر، ومن إخراج أمجد وراني صابوري. قدمنا قبل فترة مناسبة أحداث الموسم. I'm
بقدر اشعد ما تدرين نهز الكون شجر بقدر اشعد وتدرين نهز الكون والدمع السمح زامن
برقيات، راح نقرا برقيات. برقيه وصلت من حركه الديمقراطيه الاشوريه في سيدني استراليا بمناسبه تحرير مدينه نينوى بعد اعلان النصر النهائي لتحرير المدينه الحضاريه التاريخيه نينوى. وبعد 3 سنوات عادت مدينه الموصل ومحافظه نينوى وسهلها الى احضان الوطن، واندحار وانهزام دوله الخرافه وخلاص مدينة الحدباء العريقة من كل حلول الإرهابيين. وها نحن اليوم نحتفل بهذه الانتصارات التي سطرتها القوات العسكرية المشتركة بكافة صنوفها من الجيش والقوات الأمنية والبشمركة وقوات المكونات وقوات العشائر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير مناطقهم وبلدهم من حلول العدو الإرهابي. نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي الأبي بكافة قومياته، ونهني أنفسنا ونشكر ونثمن الجهود والتضحيات التي بذلت من قبل القوات المسلحة البطلة بشتى صنوفها وتشكيلاتها من أجل العراق واحد موحد ينعم بالسلام والأمن والاستقرار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في أرض المعركة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والنصر لشعبنا النبي. عمانوئيل السادة مسؤول الحركة الديمقراطية الأشورية سيدني استراليا، أيضا عن الجمعية الأشورية الأسترالية برقية من السيد شمعون حداد، نهني العراق بتحرير نينوى. صلاتنا أن الرب يحمي العراق ورب السلام نفسه يعطيهم السلام من كل وجه. قصيدة بعنوان قبل قصيدة شاعر صلاح زهرون طلب مني أن ألقي قصيدة باللغة الأشورية، وأنا راح ألقي قصيدة صديق الشعر مين بلماسو اسمها برقالة من شكيتها ديونانوية صدر من مرقد نبي يونان. داهي أرقم من جلدي ولوشن خاقل دخاتا انرقلي من جلدي مودي بالدرمي. داهي أرقم من دمي داهي أقرمني آها عراق من قدري وأرقم من كل مندي. ماني بعبر لي عقاري مبسم لي من عراق قطري ماني. أنا ليون راقة من جلدي هاي لي مخبن ابني جلدي، أنا مخبن جلدي وكل جلدي. أنا ليون راقة من دمي هاي لي مخبن دمي، أنا مخبن دمي وكل دمي. إن أرقم داخي أرقم ماني مرق لي آها شلخة بيشة لي الطفلي كلي كنيشة قمعوي لي شخينة أو لخي لي بيشة آها ليطة لي الطخ من أي كلي بليطة وتنفلط لي من جلدي من كل مندي أب من ننوي سقيبة باخ نتقر العدواوين وهماسة فصل من بيشة مطل دلاخي ننوي تقابخنا نشواق الخياوين مرملي ريش تصرخن لامبخ الله يماري يطي مودي لي عوادة ولم صيلي ترتني قبل أي سبواتي أرق مودي مخبن لي كل جلدي أخ مخبن لي جلدي داخي أرقن من جلدي بدلافت خن عيني وخازن ننوي جو أودانا إن الدراشن جو لبت شينا مروم ريشي وغزايا شلامة مري ننوي كما قاطين بنبلي على صدرخ هل ضربت ملكتك بريتا. الآن جاء دور شاعر صلاح زهرون. السلام عليكم وعلى النهرين وعلى كل ذرة تراب من وطن العراق. يا رب احميها ومن فيها، يا رب احميها ومن فيها، ويا طيب العنبر من فيها. لا 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 ابدا من فيها جنسيتي تبقى عراقيه. لا يا داعش
لا لداعش ما تنول اللي تريده ولا تظنها تطول ايدك عن خلوة لوح تمره. إلك أقرب كلها نجوم السما والعراق بشفك انت يلفه بيشتعل جمره. ولا تظن وتلعب بذيالك يا خايب ولا تظن وتلعب بذيالك يا خايب نقلب الدنيا عليكم ونطق ظهر اللي نظفره ولا أبد مو من طبعنا. ما يطيح اللي يموت يبقى واقف طول شجرة. ورغم كل ديك المآسي ما شكينا الزمن والله من جرعنا سنين مرة ومن تعاهدنا وفينا لجب تبقى بلادي حرة. يا بن داعش يا بن داعش لا تظنوا بيك نقبل يا نتن يلبيك زفرة. والله لذراعك نقصها والله لذراعك نقصها. احنا من ذيك الجبال الكصب نار عليك كبرة واحنا من ذاك الجنوب تشهد الصولات عنا واسم امنا يلوق بصرة. علمتنا الفزعة وشلون نتكاون علمتنا الفزعة وشلون نتكاون تشهد لها السنود زر خمرة. احنا ابناء العراق احنا ابناء العراق وعكتاف الحمل شلنا ومن اخذنا دروس عبرة. احنا تشهد لنا الدنيا كلها وكل شريف الفدا روحه ما دخل بسنين عمره. انا من داي ويزيد ومن شبك انا من داي ويزيد ومن شلك. انا من ذاك الصليب وانا مسلم سني شيعي ورزاحي بكل مكان ومن زمان يفوح عطره. يا بن داعش يا بن داعش الكل في خيرك يا بن داعش الكل في خيرك وانت واختار تريده من التنين. لو ترد مني نجيت ولو تشوف الماء بتشفته بحياتك وقلبنا خلص صبره. جرها لذيالك يا داعش جرها لذيالك يا داعش. هذول احنا طراد بيكم يلا ولكم برا برا. احنا ننشد للسلام ويلي ما تدرون الكم مني هذا اليوم بشرى ليلة ونزفت عروس. يلا سمعونا هلاهل والحشد خلينوا شكرا. تحررت من الدواعش ردت الناس لأهلها وسجل التاريخ ذكرى. يا وطن يا وطن لا تشكي همك للغريب الباع كل بخته وضميره. احنا اولادك يا غاتي ما نبيعك تبقى تاج على الرؤوس ودومك الحجيك اوامر نمتثل ونطيع امره. ايضا نستمع الى كلمه السيد سورو سورو. بس حاب اذكر الحاضرين انه معانا فرقه الاطياف الموسيقيه التابعه للمنتدى الجامعي العراقي الاسترالي. راح يكون عندنا كلمه السيد سورو سورو بعدين قصيده للشاعر طالب الدراجي بعدين عزف لفرقه الاطياف. الى اللجنه التحضيريه للتجمع العراق في استراليا حزب نهرين الديمقراطي وكوادره يحييكم ويشد على اياديكم لقراركم الوطني الاحتفال بانتصارات الشعب العراقي على اركان الارهاب والجريمه والفتنه وذلك بتحرير مدينه رموز البطله من رجس هؤلاء القتله الذين لا يريدون الخير ولا ما للشعب العراقي. ومقابل هذا التجمع الخبيث المسمى بداعش انضمت الى قوات الجيش العراقي الفاسد والبشمركة الشجاعة مجموعة غفيرة من ابناء الشعب العراقي تحت لواء الحشد الشعبي. هذه المجموعة ضمت جميع فصائل الشعب بكل اطيافه الجميلة وبدون اي استثناء كي تلقن الارهاب والاجرام دروسا ستبقى خالدة في تاريخ العراق. ولا يفوتنا ان ننبه هنا الى اهمية القصوى لما يجب عمله من قبل حكومتنا الوطنية.
أولا كي لا تكرر مثل هذه الجرائم مستقبلا وتحت أي مسمات أخرى. ثانيا أن تنال البنى التحتية في الموصل من البناء والرعاية في جميع المناطق التي ابتليت بهذه الأحداث الإجرامية، ليتسنى لشعبنا المنكوب في تلك المناطق العودة إلى أماكن لائقة للعيش مع تعويض مادي مناسب. ونحن في حزب نهرين ديمقراطي من واجبنا وحقنا أن نذكر بكل فخر حقيقة تاريخية لا يمكن لأي كان أن ينكرها، وهي أن موصل وضواحيها كانت مهدا للحضارة الآشورين الكلدان السريان التي قدمت العالم أجمل كثير من الاختراعات والعلوم والرياضيات، مساهمة بذلك في إغناء الحضارة الإنسانية ككل. أولئك الأبطال هم أجداد من كان يسكن مناطق مسمى بسهل مينوى، عندما فوجئوا من قبل عناصر داعش المجرمة ويكون بذلك حقهم مضاعفا لرجوع كونهم أحفاد السكان الأصليين في العراق. من صميم قلوبنا نحيي العراق وشعبها للجهود الجبارة التي بذلت من أجل رمي دولة الخرافة في مسبلة التعريف. المجد والخلود لجميع شهداء تحرير الموصل والشفاء العاجل للمصابين الأبطال. حزب نهرين الديمقراطي سورة سورة. شكرا. والآن نرحب بالشاعر طالب الدراجي. الوطن الوطن نخلة بقلب كل سهم مغروزة، الوطن غالي لي بيع يبيع ناموسة، وسمعوا اليوم خلي نهوس الهوسة، العراق يضل رافع راس، العراق يضل راس، العراق يضل رافع راس، العراق يضل. مساء كل انتصارات ومسرات حقيقة القصائد العظيمة والكبيرة كتبت هناك على السواتر وخطت بدماء الشهداء. أنا يعني وإن كان يعني نصف الحفل قد غادر، ولكن أنتم ثمارة الكأس، وما أجمل ثمارة الكأس. باسمكم يعني أحيي الشاعر الكبير مكر الربيعي اللي بقى على مودي وكان يعني عنده شغل ضروري جدا. لوحة أولى للشهداء، سلام الله لأولكم وسلام الله على آخركم. سلام الله على أولكم وسلام الله على آخركم وسلام الله على كل قطرة جرت بالقاع من عندكم. حنيناها جماجمنا فدوا هيبة لجماجمكم، حنيناها جماجمنا فدوا هيبة لجماجمكم، وخجل من كل جرح بيكم، وحياة ومستحى منكم، نصف جنحاننا ونسكت إذا نسمع قصايدكم، نصف جنحاننا ونسكت إذا نسمع سوالفكم. وش قد الفرق ما بين قصايدنا وقصايدكم؟ الحبر خطط دفاترنا ودم خطط دفاتركم. وحق النصر والحق اللي جبتوه، وحق النصر والحق اللي جبتوه، وحق الفخر
الجرح والدم نزفتوه وحد وحشة دربكم والمسافات وحد الصبر والليل سهرتوه وحد كل البارد قصب الضلوع وحد طعم الدفو ذاك اللي عفتوه ورفيف قلوبهن ساعة الوداع ودمع عيونهن مالح شربتوه وحق اطفالكم من دون الاطفال يجي العيد وحلم والد يعيدوه وحق الامهات عيونهن بيض قبل الشيب ناظرهن تشيبوه ورفيف قلوبهن ساعات الوداع ودمع عيونهن مالح شربتوه حق اطفالكم من دون الاطفال يجي العيد وحلم والد يعيدوه حق الامهات عيونهن بيض قبل الشيب ناظرهن تشيبوه حق اباءكم سكنوا بالقبور شجم يعقوب من عدهم عميتوه سجنوا بالقبور الشم يعقوب من عدهم عميتوا انتم لو ما انتم كان زعناه انتم لو ما انتم كان زعناه الحية وعقالبونا براسه صندوق انتم لو ما انتم كان خسرناه الوطن والشرف والعرض سر ما ينحزر وانتم حزرتوه عجيب اش هالمحبة لهذا التراب عجيب اش هالمحبة لهذا التراب وشنو طعم العشق هذا اللي عشقتوه ركضتم هالدلين ركضتم هالدلين بطرق الهدوم وجمر خيرتكم بالصدر شلتوه الفشق وعيونكم يتجادح النار وضوى الليل السواتر من وصلتوه الفشق وعيونكم يتجادح النار وضوى الليل السواتر من وصلتوه بعد يا ظلمة تلقاها الخفافيش شعلتوها شعلتوها وأوجدهم شعلتوه داعش من نجوا ما قدروا زين داعش من نجوا ما قدروا زين السيل العارم الرادوا ينحروه وراهم تعو كانت كل الضباع وشياطين الأرض كلهم يسندوه يخسون يخسون وانتو جند الله والله ينصر الجند ينصروه الموصل رجعتنا وألف حدباء بسواعدكم وطن كامل تشيدون يخسون وانتو جند الله والله حتما ينصر الجند ينصروه الموصل رجعتنا وألف حدباء بسواعدكم وطن كامل تشيدوه أقدس كل شبيكم كل شمهيوب البنادق والرصاص العاشرتوه على البيرية على البيرية كان النسر محطوط ونحط ثان على بسطال اللي بستوه نحط ثان الشعر طارق الدراجي والآن مع مسك الختام
مع فرقة أطياف الموسيقية التابعة لمنتدى الجامعين العراقي الأسترالي، مع عماد رحيم كمان، عدنان برزنشي عود وغناء، مهدي عبد الصاحب سطور. أترككم مع نغمات من خلالي.
ما غيروا لونه، بس ما غيروا.